سنجازى كلنا عن مساعينا هنا عندما تفنى الدنا ثم تأتي الآخرة. ذاك يوم نتقي ويفر المرء فيه من أخيه وأبيه ما أشد الآخرة. إنها دار القرار وجزاء الاختبار جنة فيها ونار تلك دور الآخرة. هي فوز الصالحين وخسار الطالحين نعم أجر العاملين في رحاب الآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. أيها الأحباب الكرام، انظروا معي وتخيلوا هذا المشهد العجيب. انظروا إلى هذا المشهد يوم القيامة، إنهم رجال ونساء لكنهم قصار قصار قصار، حتى صار أحدهم في قصر سنتيمتر أو أقل. عجيب، له يدان وله رجلان يمشي عليهما، له عينان، له أنف، له أذن، لكنه صغير جدا. عجيب، والناس طوال وهم يمشون في وسط الناس، والناس يطؤونهم بأقدامهم ثم يرفعون أقدامهم، يطؤونهم بأقدامهم ثم يرفعون أقدامهم. من هؤلاء القصار جدا؟ هؤلاء الذين تكبروا على الناس في الدنيا، فالرجل المتكبر في الدنيا والمرأة المتكبرة في الدنيا تحشر يوم القيامة مثل النملة، والناس يطؤونهم بأقدامهم ذلا وتحقيرا لهم لأنهم تكبروا على عباد الله. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه الترمذي وحسنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس، يغشاهم الذل من كل مكان. والذر جمع ذرة وهي النملة، أي أنهم كالنمل صغارا يطأهم الناس بأقدامهم. والسؤال الآن: كيف يكون الكبر في الدنيا وما هي أسبابه؟ من الناس من يتكبر بماله، عنده مال فيتكبر على الفقراء، فهذا يحشر كالنملة يوم القيامة يمشي بين الناس صغيرا. وأنت أيها المتكبر بمالك، من الذي رزقك المال؟ إنه الله. فينبغي أن تتقي الله عز وجل وأن تزداد تواضعا لله وشكرا لله، ولا تتكبر على هذا الفقير. قد يكون هذا الفقير أعظم درجة عند الله منك وأفضل عند الله منك. قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكرامة عند الله بالتقوى وليست بالمال. المال يمكن أن تخسره في لحظة واحدة، فالله عز وجل يغني ويفقر سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتكبر بمكانته الاجتماعية، لأنه مدير أو وزير أو ملك أو رئيس. نقول: من الذي أعطاك هذا الملك وتلك المكانة الاجتماعية؟ إنه الله. قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء
وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فينبغي أن تزداد تواضعا لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة منتصرا فاتحا وحوله 10,000 مقاتل وكفار قريش الذين كانوا يتكبرون عليه ويعذبون المسلمين بين يديه صغارا أذلة، دخل مكة وهو حان رأسه شكرا لله عز وجل وتواضعا له حتى كادت لحيته أن تمس رحلة الراحلة. كلما رفعك الله تواضع لله عز وجل. ثالثا، ومن الناس من يتكبر بجماله، وهذا كثير في النساء، فالمرأة قد تتكبر على أخواتها لأنها أجمل منهم. واعلمي أيتها المتكبرة بجمالك أن هذا الجمال يمكن أن يزول في لحظة. قد تقفين أمام البوتاجاز فتشتعل النار فيتحول وجهك إلى وجه مشوه يخاف الناس من النظر إليك، بل قد تصابين بمرض يشوه جلدك فينفر الناس منك. إذن من الذي وهبك الجمال؟ إنه الله تبارك وتعالى. فينبغي أن تشكر الله عز وجل وأن تزداد تواضعا لأخواتك المسلمات. عيناك الخضراوان يمكن أن يأخذ الله بصرهما فتصيري عمياء لا تنظري. فاعلمي أن الشكر على النعمة يزيدها. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، أي أنك إن شكرت زادك الله عز وجل من فضله. رابعا، ومن الناس من يتكبر بعلمه، يتكبر لأنه دكتور في الجامعة، أستاذ في كلية كذا، أو يتكبر لأنه يعلم والناس لا تعلم. نقول: بل ينبغي أن تزداد تواضعا لله عز وجل، لأن الذي وهبك هذا العلم هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. ويمكن في لحظة واحدة أن يأخذ الله عقلك فتصير مجنونا، يضحك الناس منك ويشفكون عليك ويدعون لك بالعقل الكامل. فكلما ازددت علما ينبغي أن تزداد خشية لله عز وجل، لا سيما إذا كان هذا العلم علما دينيا. فالإنسان لا ينبغي أن يتكبر على الناس بعلمه الديني، لأن العلم الديني يقربك من الله عز وجل. وكلما تقرب العبد من رب ازداد تواضعا، لأن الإنسان كلما ارتفع عن الحياة كلما صغرت الدنيا بمن فيها في عينيه، كما ركب في طائرة وارتفع يرى البنايات تتصاغر حتى تصير نقاطا صغيرة. كذلك كلما قوى الإيمان وازداد العلم بالرحمن سبحانه وتعالى صغرت الدنيا في عين صاحبها. واعلم أن الله عز وجل أعطاك العلم لتعمل به ولتزداد خشية لله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العلماء هم أكثر الناس خشية لله تبارك وتعالى. فكلما ازددت معرفة بالله
علمت أنك ضعيف بين يدي الله، وأنك ذليل بين يدي الله العزيز سبحانه وتعالى. والمسلم إذا عمل بعلمه زاده الله علما. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: ما من يوم إلا ويهتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ومن الناس من يتكبر بنسبه وأنه من قبيلة كذا أو من عائلة كذا، العائلة المرموقة. نقول: لا تتكبر بحسبك ولا بنسبك. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا فاطمة اعملي لا أملك لك من الله شيئا. ينادي ابنته، هل هناك نسب أعظم من هذا؟ يا صفية، يا عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعملي لا أغني عنك من الله شيئا. إذن الأنساب لا تغني عن أصحابها شيئا إن لم يعملوا صالحا، فإن عملوا صالحا زادتهم الأنساب نورا. ولذلك أقول أيها الأحباب: يجب على المسلم ألا يتكبر حتى لا يحشر يوم القيامة مثل النمل. والله عز وجل بيّن لنا أن الكبرياء صفة من صفاته. روى أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما قذفته في النار. فالعظمة لله والكبرياء لله. ينبغي للعبد أن يتصف بالتواضع لله تبارك وتعالى ولعباد الله المؤمنين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظكم وأن يرعاكم. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنجازى كلنا عن مساعينا هنا عندما تفنى الدنا، ثم تأتي الآخرة، ذاك يوم نتقي ويفر المرء فيه من أخيه وأبيه. ما أشد الآخرة، إنها دار القرار وجزاء الاختبار، جنة فيها ونار، تلك دور الآخرة، هي فوز الصالحين وخسار الطالحين، نعم أجر العاملين في رحاب الآخرة.